بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا طلاب وطالبات الصف الثاني متوسط لبرامج ومعاهد التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية اليوم مادتنا الرياضيات للفصل الدراسي الثاني عنوان درس اليوم مفهوم الكسر ثلاثة أرباع قبل البدء مشاهدة دروسي التعليمية من خلال قنوات عين الفضائية، هناك تعليمات يجب أن أتبعها لكي أستفيد من درسي، أحرص دائما أبنائي وبناتي على اختيار المكان الهادئ، المكان المناسب، البعيد عن الضجيج، معرفة جدول وأوقات التعليم المباشر، متى يبدأ درسي؟ هل هو صباحي أم مسائي؟ أحرص دائما على تجهيز الكتاب المدرسي وأدوات التي أحتاجها أستمع إلى الدرس بتركيز أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد مع ابنائنا وبناتنا أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد عنوان درس اليوم مفهوم الكسر ثلاثة أرباع الأهداف التي سوف نحققها سوياً نهاية الدرس اليوم الهدف العام معرفة مفهوم الكسر ثلاثة أربعة الأهداف الخاصة رقم واحد يطابق الطالب والطالبة الكسر ثلاثة أربعة بما يماثله من خلال أنشطة الموجودة بالدرس استخراج الكسر ثلاثة أربعة يسمي الطالب والطالبة الكسر ثلاثة أربعة يكتبُ الطالب والطالبةُ الكسر ثلاثةُ أرباع، يربطُ الطالب والطالبةُ الكسر ثلاثةُ أرباع بمدلوله الصحيح. يعدِّدُ الطالبُ والطالبةُ استخداماتُ الكسر ثلاثةُ أرباع في حياتهِ الواقعية. الآن نراجعُ ما تعلّمتَهُ في درسي السابق. أختارَ الكسرَ الدال على الجزءِ المظللِ أُسَمِّي الشكل الذي أمامي، ما هو الشكل؟ أحسنتم دائرة، هل أجزاء الدائرة متطابقة؟ كم لدي جزء في الدائرة؟ أعد، واحد، اثنان، أحسنتم، ثلاثة، أربعة، أحسنتم أربعة أجزاء. كم لدي جزء ملون؟ كم لدي جزء ملون؟ أحسنتم ثلاثة أجزاء، واحد، اثنان ثلاثه اجزاء ملونه ما هو الكسر الدال على الجزء المضلل اختار هل هو الكسر الاول ام الكسر الثاني ام الكسر الثالث احسنتم الكسر الاول يمثل الشكل الذي امامي اسميه ثلاثه ارباع عند قراءتي للكسر ابدا بالعدد الاول وهو أين مكانه؟ أحسنتم في البسط، وأنتهي إلى العدد الذي بالأسفل وهو المقام، أسميه ثلاثةُ أرباع، رائع، ثلاثةُ أرباع. نستمع الآن إلى قصة درسي، اشترى أحمد من متجر الألعاب أربع سيارات، كم سيارة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. سؤال قصتي ما الكسر الذي يمثله عدد السيارات الصفراء؟ كم لدي سيارة صفراء؟ كم أحسنتم ثلاثة؟ عدد السيارات التي اشتراها أحمد أحسنتم أربعة أريد أن أمثل هذه النشاط من خلال الكسر كيف أمثله؟ اولا احسب عدد السيارات الصفراء كم عددها احسنتم ثلاثه عددها كم ثلاثه وارسم خط الكسر في المقام احسب ماذا العدد الكلي للسيارات ما هو العدد الكلي للسيارات احسنتم اربعه ما الكسر الذي يمثله هذه السيارات ما هو الكسر احسنتم ثلاثه ارباع اردد ثلاثه ارباع الثلاثه هنا تمثل ماذا عدد السيارات الصفراء والاربعه في المقام يمثل مجموع السيارات التي اشتراها احمد ما هو الكسر؟ أحسنتم ثلاثة أربع أصل بين العمود الأول بما يماثله بالعمود الثاني في العمود الأول اسم الكسر في العمود الثاني شكل الكسر ربع أين الصورة التي تدل على الربع؟ أين الكسر الذي يمثل الربع؟ أحسنتم هنا ربع ثلاثة أرباع ما هو الكسر الذي يدل على ثلاثة أرباع أحسنتم هنا ثلاثة أرباع الآن أنتقل إلى الوسيلة التي أمامنا ماذا أشاهد بهذه الوسيلة؟ ماذا أشاهد؟ أحسنتم شكلين للدائرة شكلين الشكل الأول كم لدي جزء ملون؟ واحد اثنان لدي جزئين ملونين كم مجموع قطع الدائره المتطابقه واحد اثنان ثلاثه هل هذا الكسر يمثل ثلاثه ارباع افكر هل هذا الكسر يمثل ثلاثه ارباع انتقل الى الشكل التالي أسمي الشكل احسنتم دائره كم لدي جزء ملون اعد واحد اثنان ثلاثه لدي ثلاثه اجزاء ملونه ما هو مجموع قطع الدائره المتطابقه واحد اثنان ثلاثه اربعه ممتاز اي من الشكلين يمثل ثلاثه ارباع هل هو الشكل الاول احسنتم لا اضع اشاره خطا هل هو الشكل الثاني احسنتم نعم الشكل الثاني يمثل الكسر ثلاثه ارباع انتقل الى النشاط التالي الون ما يمثل ثلاثه ارباع لدي هنا كم دائره واحد اثنان ثلاثه اربعه لدي اربعه دوائر اريد ان امثل بهذه الدوائر الكسر ثلاثه ارباع كيف امثله الون كم دائره احسنتم الون ثلاث دوائر من اصل اربعه دوائر نلون سويا الدائره الاولى الدائره الثانيه الدائره الثالثه اكمل احسنتم اقف الى هنا لوّنّا لو سويّاً ثلاث دوائر من أصل أربعة دوائر، هذا الشكل يسمّى ماذا؟ "ثلاثة أرباع"، انتقل للنشاط التالي، ضع الأشكال التي تعبر عن ثلاثة أرباع في السلة، لدي هنا أربعة أشكال، أضع في السلة فقط ماذا؟ الاشكال التي تعبر عن الكسر ثلاثه ارباع ساعدوني ما هذه الاشكال احسنتم الشكل الاول هنا الدائره مقسمه الى اربعه اجزاء وثلاثه اجزاء ملونه احسنتم ثلاثه ارباع هل يوجد شكل اخر يمثل الكسر ثلاثه ارباع احسنتم نعم الشكل التالي المستطيل مقسم إلى أربعة أجزاء ثلاثة منها ملون أنتقل للنشاط التالي أحضر كتاب المدرسي أحضر كتاب المدرسي صفحة ستة وثمانون صفحة ستة وثمانون نشاط رقم واحد نشاط رقم واحد صل بين الكسور المتطابقه في العمود الاول يوجد ثلاثه كسور العمود الثاني يوجد ثلاثه كسور في هذا النشاط اطابق ماذا اطابق ماذا الكسور المتشابهه الكسور المتطابقه الكسور المتماثله اسمي الكسر الاول احسنتم ربع هل يوجد في هذه الكسور مطابق للكسر الربع؟ أحسنتم، نعم، هنا نصل بينها... نصل بين الكسور المتطابقة، انتهيت من الكسر الأول، الآن أنتقل إلى الكسر الثاني، أسميه ما هذا الكسر؟ أحسنتم، نصف، أريد أن أطابق في العمود الثاني، هل هو الأول أم الأخير؟ أستخرج وأطابق أحسنتم الأخير نصف نصف وآخر كسر وهو يمثل درسي اليوم، ما ما هو؟ أسميه أحسنتم ثلاثة أرباع، ما هو الكسر المطابق؟ أحسنتم في الأعلى. ثلاثة أربع انتهيت من حل التمرين نشاط رقم واحد صفحة ستة وثمانون في الكتاب، بهذا النشاط أنتهي من درسي اليوم، ماذا تعرفت في درسي اليوم؟ أحسنتم مفهوم الكسر ثلاثة أربع، مفهوم الكسر ثلاثة أربع، في نهاية درس اليوم هناك توصيات يجب أن أحرص عليها أهمية حرص الوالدين على متابعة تطوير أبنائهم وبناتهم في الدروس اليومية المعروضة من خلال قنوات عين الفضائية، العمل على مشاهدة الحصص الدراسية اليومية التي تعرض من خلال قنوات عين، أهمية نقل أثر التعلم من الحصص اليومية إلى الحياة الواقعية، مثال: تعلمت اليوم درسي الكسر ثلاثه ارباع كيف انقل اثره في حياتي احسنتم من خلال قراءتي للساعه عند اعدادي للطعام استخدم الكسور ايضا عندما اقسم الشيء واخر توصيه الالتزام بالمراجعه اليوميه وحل التدريبات التي نشاهدها في الحصه شكرا جزيلا ابنائي وبناتي سوف نكمل ما تبقى من درسنا مفهوم الكسر ثلاثه ارباع في الحصه القادمه ان شاء الله